بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد من فقرة تعليم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالليغ إي كومبخوندغ كالعادة. إذن طبعا كنا قد انتهينا مع الصوت أي كما نلاحظ، والذي يكتب بأ إي أ إي ويكتب بأ أكسون غراف. طبعا رأينا بأنه يكتب أيضا بأ زد، رأينا أيضا بأنه يكتب ب أزاد كما لاحظنا. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لاتر زاد، في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لاتر زاد كما نلاحظ. طبعا يكتب بهذا الشكل، مثلا كلمة سوزان. إذن فوالا سي سوزان، إذن سوزان أوزو، سوزان أوزو. إذن طفلة سوزان أوزو في الحديقة، في حديقة الحيوان. طبعا حديقة الحيوان تسمى لوزو. سوزان أوزو ولا سيلوزو. عندنا بعد المقاطع اللغدية كما نلاحظ مع لا لاتر زاد، عندنا دي سيلاب افيك لا لاتر زاد، باغ اكزومبل زو زو زا زي 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 زون زون سوزان زان زون زو زو زار زار زير زير. Nous reprenons زو زو زا زي 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 زي. طبعا أو أكسون غراف، هذه عندنا أو أكسون إيغي. طبعا هذه فيها شيء من الإطالة بالنسبة لهذه. إذا نقول مثلا هنا زي، هنا زي 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 زون زون زو زو زار زير زور. نو برونون ست فراز لا كيسكونا أوزو أوزو. Suzanne a vu des girafes. Suzanne a vu des girafes, des zèbres et de jolies petites gazelles. Voilà, c'est une petite gazelle que Suzanne lui donne de quoi manger. Voilà, c'est une petite gazelle que Suzanne lui donne de quoi manger. De quoi manger. Et donc, comme on l'a dit, on a une gazelle à Sarira. Tu as dit à Suzanne, mais yukkel. Et donc, ozo, Suzanne a vu, on a le verbe voir, au passé composé. Et donc, on a dit que le man fi al ra'a, elle m'a dit, Suzanne a vu. Et donc, Suzanne en a ra'at des girafes. Ra'at زرافات. Qu'est-ce qu'elle a vu encore? Des zèbres. إذن رأت حمر وحشية. Voilà. C'est un zèbre. Voilà, c'est un zèbre. Qu'est-ce qu'elle a vu encore? Et deux jolies petites gazelles. ثم رأت غزالات صغيرات جميلات. إذن أوزو في حديقة الحيوان. سوزان a vu des girafes. Des zèbres et de jolies petites gazelles. Ozo, Suzanne a vu des girafes, des zèbres et de jolies petites gazelles. Un petit lézard. Voilà, c'est un lézard. Regardez, c'est un lézard. Lézard. Cours. Dans le gazon. Un petit lézard court dans le gazon. Et d'un autre côté, un sahliya sahira, un tajdri fi al-ushb. Un petit lézard court dans le gazon. 10 et 3, 13. 10 plus 3 donne 13. 10 et 3, 13.
عشرة وثلاثة هي 13، إذن تكتب 13. 10 و 2 12 وبيع إيقال 12، إذن 12 12. 10 و 2 12 12 12. Une course en zigzag. Une course, إذا نتكلم عن سباق. Une course, سباق. En zigzag. En zigzag. في ملتويات طرقية. La Côte d'Azur. La Côte d'Azur. طبعا كلمة l'azur ممكن أن تعني le ciel, يعني السماء. وممكن أن تعني لا كولور بلو كلير دي سيال، إذا نتكلم عن اللون الأزرق الواضح الناصع للسماء. هنا طبعا عندنا لا كوت، إذا شاطئ شاطئ لا كوت دازور. كما نقول شاطئ سماوي أو شاطئ مياهه زرقاء كلون كزرقة السماء. La côte d'Azur. ثم les vaches, les chevaux et les moutons aiment la luzerne. Aiment la luzerne. نتكلم هنا عن نوع من النباتات التي يتم غرسها طبعا من أجل إعطائها للحيوانات. إذن Les vaches, les chevaux et les moutons aiment la luzerne. Donc, comme on a, un petit lézard court dans le gazon, court dans le gazon. 10 et 3, 13. 10 et 2, 12. Une course en zigzag. Une course en zigzag. La côte d'Azur. Les vaches, les chevaux et les moutons ام لا لزيرن. إذن عندنا البقر ثم الأحصنة جمع حصان إليموتون والخرفان ام لا لزيرن أنها تحب هذا النوع من العشب. ثم عندنا غاز ز ز زيل زاي زيل زاي. إذن عندنا زيرو زيرو زيرو. 12, 13, le gazon, le gaz, Suzanne, une gazelle, un lézard, une gazelle, un lézard, ouvre le gaz, افتح الغاز افتح الغاز. اوفر لو غاز افتح قنينة الغاز مثلا. فيرم لو غاز اغلق الغاز اغلق قنينة الغاز مثلا. فيرم لو غاز. طبعا عندنا هنا لو فيرب اوفرير، هنا عندنا لو فيرب فيرمي فعل فتحة فعل اغلاق. voici سوزان ديزانك، إذن من الزنك من معدن الزنك ديزانك. طبعا ديس تقرأ ديس مع الإضافة نقرأها دي دي بوطن. ديس دي بوطن دي بوطن دي بوطن. طبعا كلمة بوطن المقصود بها هنا أزرار الألبسة، لكن ممكن أن تعني حب وممكن تعني أشياء أخرى. دي بوطن بوطن. c'est une dizaine de boutons. c'est une dizaine de boutons. طبعا كلمة ديزان تأتي من ديس كما عندنا هنا ديس. إذا ديزان المقصود بها عشرة أو ما يقارب العشرة.
c'est une dizaine de bottons. اذا نتكلم عن انها زينه كما نقول انها زينه من الازرار طبعا زينه مجموعه مكونه من عشرات اشياء c'est une dizaine de boutons ثم un grand bazar اذا نتكلم عن محل كما نلاحظ كلمه بازار مارشي كوفير اون اوريون اذا نتكلم عن سوق مغطى طبعا كوفير تاتي من فعل كوفرير اذا عندنا كوفير مارشي كوفير اذا نتكلم عن سوق مغطى اون اوريون يعني في المشرق ثم اون دغوا اذا نتكلم عن مكان كوفير انه ايضا مغطى او لون فون توت سورت توت اسبيس او لون فون الذي نبيع فيه توت اسبيس دوبجي توت اسبيس دوبجي الذي نبيع فيه كل انواع الاشياء اذا نتكلم عن سوق مغطى الذي نبيع فيه كل انواع الاشياء اذا يسمى بازار اذا عندنا ان غران بازار اذا نتكلم عن سوق كبير حيث مغطى طبعا كما قلنا تباع فيه كل انواع الاشياء ثم عندنا لي غازيل سون دي زانيمو تري دو لي غازيل سون دي زانيمو تري دو اذا لي غازيل الغزالات سون دي زانيمو اذا هي حيوانات تري دو جد وديعة أن لا تهاجم الإنسان ديس إي سيس سيز إذا 10 و6 سيز 16 إذا نعيد 0 12 13 لو غازون لو غاز سوزان إن غازيل أليزار Ouvre le gaz, ferme le gaz. Voici 6 ans du zinc. 10 boutons, c'est une dizaine de boutons. Un grand bazar. Les gazelles sont des animaux très doux. Dix et six, 13. Tu m'entends? Le zébu ressemble au bœuf. إذن عندنا الحيوان يسمى لوزيبي غصومبل أنه يشبه أبوف يشبه التور ثم عندنا أنزابغ أليزار لو دوزيام جور دي موا طبعا لو دوزيام تأتي من كلمة دوز 12 لو دوزيام جور دي موا إذا نتكلم عن اليوم 12 من الشهر إذا ننتهي مع هاد الأحرف والمقاطع اللفظية والكلمات إذا عندنا لا لاتخ زاد ثم زو زي زا زو زي زيرو 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 لو غازون دوز سوزان إذا نستأنف في الفقرة القادمة إن شاء الله حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.